فرح. كانت البنت حلوة وشاطرة كتير، في نفس الوقت كانت تحب مدرستها وكانت تحب دراستها كتير. في اليوم التالي ذهبت فرح إلى المدرسة. الله. شو عنا؟ رياضيات. شو اليوم الممل؟ الله رياضيات. ليه هالأستاذ نسون جمازنا خو؟ كم من حصة اليوم علينا؟ سبعة. يا الله شو طوال. مملين. صباح الخير يا صبايا. صباح النور. درستوا؟ نعم. حليتوا الواجب؟ نعم. بدي اكتب بس على اللوح. اطلع يا فرح حليها. يا ربي شو بدي اعمل؟ ما بدي اطلع على اللوح. دايما فرح، دايما فرح. شكله فريش. شكله بحبها. ما شكله. عن جد على فريش دايما فرح فرح فرح. استاذ انا مش عارفه احل المساله. معلش حبيبتي. ولا كلمة يا بنات. عصروني عصروني عصروني. يا بنات الأستاذ كتير اليوم ضايقني بالحصة. ليش أنت ساكتة؟ لازم تحكي للمدير. والله غلط تضلي ساكتة على الأستاذ. أوعي تحكي بجوز عقلك. والله بتندمي لأنه رح يخسفك بالعلامات. ضلك ساكتة أحسن. عن جد هيك بتفكروها؟ ما نضلي ساكتة. طب خلص خلوني العادة افكر لحالي شوي اشوف ايش بدي اعمل. خلص مش عارف ايش بدي اعمل. خلص باخذ معي رانيا عند المرشدة بحكي لها ايش صار معي اليوم. ما تستحي احكي كل شيء قدام المديرة والمرشدة. مرحبا يا صبايا. مرحبا مس. مس بدي احكي لك موضوع كثير مهم. تفضل. الاستاذ له اكثر من مره عمال بضايقني بالحصه واليوم كمان حط ايده على كتفي وبسني على خدي. انا راح اتصل على المديره. هسه راح تيجي المديره. خير يا ست ليلى. صبايا حابين يحكوا معك في موضوع. خير يا صبايا. شو فيه؟ الأستاذ الرياضيات كتير بضايقني يا ماس. أكثر من مرة عمل لي. إيش عمل؟ دايماً من طب فيه. خلص يا صبايا روح أصفكم وأنا بحل الموضوع. شو رأيك يا حضرة المديرة؟ أنا رح أتخذ الإجراءات اللازمة. ما تكلفي يا ست ليلى. من حقي أن أكون محمياً من أي نوع من أنواع الاستغلال. إباء. أسلين. إناس. رزانة. أماني. مروة.